مرحبا بكم متابعينا على قناة تاسعة الخميس 18 ماي. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الموعد اليومي. أكيد نرجع على آخر التطورات، نرجع عليها ليلة بالتحليل والنقاش مع كل من لطفي العماري. أهلا وسهلا بك مساء النور رياض جراد، مرحبا مهدي مناعي، مساء الخيرات لكم جميعا. ضيوفنا ليلة على التوالي كل من هشام حسني النائب المستقل بمجلس نواب الشعب. خلينا نفهموا شنو اللي قاعد صاير وشنو هي الخلافات اللي بدات منذ يوم أمس واللي كنا تابعناها في ندوة صحفية للنواب غير المنتمين. وفي الجزء الثاني باش نرجع على أوضاعنا الاقتصادية وآخر تطورات الملفات الاقتصادية مع عبد القادر بودريقة الأستاذ والباحث في الاقتصاد ورئيس حلقة الماليين. قبل ما نبدأ حبيت نستقبلها سعيدة أنها تكون ضمن اليوم في فلاش نيوز الأستاذة إيمان سويسي عضوة هيئة الدفاع عن الطالبين اللي كانوا توقفوا على خلفية أغنية فكاهية عرفت على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي بأغنية بابار الفيل. أهلا وسهلا بك مساء النور أستاذة. مساء الخير. مرحبا بك، شكرا لك على تلبية الدعوة. علاش حاضرة معنا الأستاذة؟ على خاطر ثم برشة تطورات وين قررت اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة ابتدائية بنابل الإفراج عن الطالبين يوسف وضياء اللذين تم إيقافهما على خلفية الأغنية الهزلية، وكانت حملة تضامن كبيرة معهم من قبل الرأي العام التونسي. وفي تعليقه على القضية عبر اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد عن استغرابه من اعتقال الطالبين بسبب الأغنية الهزلية هذه، ودعا القضاة للتصدي لمثل هذه التجاوزات وفق تعبيره. الكلام هذا جاء حديث مقتضب مع رئيسة الحكومة نجلة بودل قبل مغادرته في اتجاه جدة بالمملكة العربية السعودية. يقول أنه لا يتدخل في القضاء لكنه لن يسمح بأن يظلم أحد أو أن يبقى الظالمون الذين نهبوا البلاد ونكلوا بالشعب خارج السجون ويتم اعتقال تلاميذ أو طلبة أبرياء وفق تعبيره. ليس هناك أي مبرر على الإطلاق لاعتقال طلبة وهم يستعدون لإجراء الامتحانات، ما حصل غير مقبول، وعلى القضاة الشرفاء أن يتصدوا لمثل هذه التجاوزات. دعوة مرة أخرى لأن ينخرط القضاة الشرفاء في معركة التحرير الوطني التي نخوضها، ولا أعتقد أن القضاة الذين يشعرون بالمسؤولية التاريخية في هذا الظرف بالذات من تاريخ تونس يقبلون بمثل هذا الذي وقع يوم أمس. القضاء بكل استقلالية. نعم نحترم استقلالية القضاء، لا نتدخل فيه، ولكن نكره أن يظلم أحد أو يبقى ظالم دون تتبعات. من نهب الدولة ومن نهب المجتمع خارج السجون ومن كان في بيته يردد أغنية، ما هو السبب للاعتقال؟ حتى على افتراض أنهم قاموا بجرم، على افتراض، لماذا الاحتفاظ بهم؟ لماذا التنكيل بهم؟ هذه الرسالة واضحة، لأننا لن نسكت أبدا عن الظالمين ولن نسكت أبدا عن حقوق المظلومين. هذايا آخر التطورات. أستاذة إيمان سويسي خلينا نفهموا معك، مطلب الإفراج ترفض البارح، وهوني نسألك شنو اللي صار اونتخوتون وما مدى ارتباط اللي كنا نسمعوا فيه واللي حكاها رئيس الدولة بإطلاق سراحهم، وهذه صورة حصرية لبرنامج رونديفو نوف، مازالوا كيخرجوا ما عندهمش برشا بضعة دقائق والصورة تأتينا للشباب اللي تم إطلاق سراحهم. تفضل. باش نوضح ساعة، مطلب الإفراج لم يرفض معناتها يوم الأربعاء البارح، وهما الأولاد وقع إيقافهم نهار 3 تقريبا مع منتصف النهار، أعلمنا بإصدار بطاقة إيداع في شأنهم. هيئة الدفاع حاولنا
بخلاف الاجراء معناتها اللي في العاده انه تتعين لهم القضيه حتى يمكن ايداع مطلب افراج. مشكوره المحكمه الحق رئاسه المحكمه استجابت وعينت الملف ليوم الثلاثاء، بذلك تمكنا من تحرير مطلب افراج يوم ايقافي معناتها نهار الثلاثاء. رفض في ساعه متاخره تقريبا السبعه، البارح اجتمعنا قعدنا نحكيه شويه كهيئه الدفاع، اليوم الصباح تمت دعوتنا الناس الكل وتلمينا في المحكمه الابتدائيه بنابل وقلنا هل من الجدوى انه نعيدوا مطلب افراج بعد نهارين خليني نقول او يوم او يوم ونصف ام لا؟ قعدنا نقولوا هل انه فما فرق بين البارح ولا اليوم؟ الحقيقه قبل ظهور اي مؤشرات على المستوى الرسمي، وبالفعل اودعنا مطلب افراج قبل صدور يمكن الفيديو هذايا باربع دراج ما اكثرش، اودعنا مطلب افراج حررناها الزملاء الكل. ما نكذبش عليكم انه وقع جدال كبير في هيئه الدفاع، هل انه من الذوق القانوني حتى للمحامي انه اليوم ترفض له مطلب افراج وغدوه يعاود عليه؟ لانه خلف ذلك ما الفرق بين البارح وبين اليوم؟ علاش البارح يرفض قاضي انه يسيب واليوم يعطينا الافراج؟ تناقشنا في شنو تقديراتكم؟ عندكم اجابه عليه السؤال هذا؟ فما برشا اجابات، لكن الحق انا انأى بنفسي اني نتبنى اجابات برشا الزملاء، لكن ما طرح انه شكون موقف القاضي؟ الحقيقه شكون موقف القاضي اللي اليوم رفض الافراج وغدوه باش يسيب؟ شكون شكون موقفنا نحن؟ شنو اللي استجد؟ ما نكذبش عليكم باش نقول لكم راهو نفس مطلب الافراج، ما زدناش في حاجه كبيره لانه يوم ثلاثة قدم بمؤيدات كامله. الحمد لله. هو بصراحة وبكل وضوح الناس كل ربطت مطلب الإفراج بتصريح رئيس الجمهورية اليوم أمام رئيس الحكومة. أنا عن هيئة الدفاع أنا ما نعرفش المقابل اللي هو السلطة القضائية كيفاش استجابت لذلك المطلب، لكن عن هيئة الدفاع راهو نقاش خضناه من البارح في تقديم مطلب الإفراج. حاب نقول لكم أنه فما أحد أفراد عائلة أحد الموقوفين اللي قالنا صباح أنا نرفض أنكم تقدموا مطلب إفراج عليه كاريمون. قال لو مالي في المؤسف في الامر حصل، ابني البارح زرته معنوياته كانت متحطمه، يقول لي انا ما عادش نقعد فيها البلاد هذيا، بالنسبه لي ولدي اقصى ما يمكن انه يصير له صار له. فما وليد اللي غني كان عنده اللحيه. اللحيه راهي جزء من شخصيه الانسان، كيما عينيه كيما فمه كيما خشمه. اذا حابين نفهموها بمجرد دخوله للسجن يقع انهم ينحيوها له يحلقوها له، نعرف فما معطيات صحيه وتنظيميه. هي الاجراءات معمول بها، هي اجراءات معمول بها بسبب وحيد لاكتظاظ السجون، اكتظاظ السجون والامراض اللي تنتشر من خلال ذلك. لكن احنا نقولوا شو موصلنا لاكتظاظ السجون؟ شو موصلنا انه يوسف وضياء يعملوا ليلتين في السجن؟ تجربه سجنيه ايا كانت عدد ايامتها هي تجربه خايبه. لذلك احنا اليوم كان القرار انه ننتصروا ليوسف وضياء قبل ما نخمموا في اي حاجه اخرى ونعاودوا الكره، وربما كان لو ترفض اليوم راهوش نعاودوا غدوه، ربما في تقديري انه كان ذلك ممكن. لكن الجلسه تبقى معينه لنفس التاريخ اللي هو نهار 23 نهار 3 المقبل، سيحالون. راهو شخص يتحال بحاله صراحه ينجم زاده تتسلط عليه عقوبه سجنيه، لانه حاله الصراح ماهيش نهايه الملف، هي جزء من ضمانات المتهم على الاقل في المحاكمه. نبقاو نستناو في الجلسه وفي الحكم النهائي. به انت دونك تقول ثم فرضيه اخرى، خاطر اليوم التوانسه كل تقريبا عندهم قناعه راسخه انه نهار الثلاث باش يتسيبوا. هي المشكله في الذهنيه الشعبيه والذهنيه الرسميه زاده، انا نحب نقول انه السجن يساوي ادانه، خارج السجن ماهيش ادانه. هذا الارتباط سامحوني في الكلمة أنا أعتقد وأنه ارتباط رجعي، لأنه جميع قواعد المحاكمة العادلة ما تربطش السجن بالعقاب، ما تربطش السجن بالفعل. الشخص ينجم يكون خارج أسوار السجن ويحاكم ثم يمضي عقوبته حين يكون ذلك، لكن دخول الشخص للسجن يأثر حتى على المحاكمة. تعرفوا اللي فما آجال في الإيقاف، يضطر القاضي أنه يسرع في الإجراءات، وساعات الملف يتظلم حتى من حيث الإدانة، ما نحكيش حيث البراء. لذلك الربط كما قلت انت الناس اليوم، فما شكون حتى يسالني قال لي ما الاجراءات وفات اليوم؟ لا ما وفاتش. جزء من المهمه ربما للدفاع وجزء من نصره يوسف وضياء تم اليوم، ولكن احنا مازلنا قدام محكمه ابتدائيه، ربما استئناف وربما تعقيب، ماهيش نهايه القصه. لكن ما تعرفش ان تصريح الرئيس اصبح معطى جديد وحاسم في سير هذه القضية بما فيها درجات اللي تحكي عليها سيادتك، نوع من الضمانة قدمها الرئيس اليوم، والدليل شفنا معناها مفعولها الفوري على نفس القاضي.
سي لطفي اكثر من هذا، معناها هي القضيه في حد ذاتها فارغه، راهي ما فهمت شنو الغايه وراه يعني تو انت هات نحكيو في معطى قانوني بدون تدخل، التدخل كان في ما نعتقدش وانه القاضي باش يحط قدامه ملف معناها فارغ على الاخر باش يجي يحكم عليهم بالادانه على شنو معناها الادانه. تحس اللي هي العمليه كلها مدبره، انا نكون معك واضح اكثر. العمليه غير عاديه مسترابه، ايقافهم معناها كان متسرع، قرار ايقاف متز الاحتفاظ بهم هو مش عادي، معناها ما نمشيوش في نظريه الملك زاد تو ملف هذه تو الجانب الامني بعد الحرب تستاهل ايقاف. باش نجاوب عليكم زوج فيسع فيسع، بالنسبه انه راش انه تدخل السيد الرئيس كان هو سبب، انا ما نحبش نراها الحاجه دي واتمنى ان لا تكون هي السبب. لا مش تمنيات، احنا نحكوا على سكي سباس، مش انا نتمنى بالتاويل اللي باش تعملوا انت، لانه باش تكون حاجه خطيره انه القاضي بعد هذاك يحكيو على الخطوره ما يأذن على الواقع. شو خليني نقول انه نظريا يمكن للقاضي انه اليوم يرفض وغدوه يقبل، انه اليوم يقبل وغدوه يرفض، وشفناها في برشا من الملفات ونبشروا فيها ليومين. لكن ملف هذايا بالذات ما تنجمش تكون الفرضيه هذي احقاقا للحق، باش ما نغطيوش عين الشمس بالغربان. الملف هذايا خذا صدى اجتماعي اكثر منه معناتها قضائي وقانوني، كما قال لك الملف فارغ. باش نربط مع الملحوظه بتاعك، راهو يوميا هذه الملفات الفارغه، يوميا ملفات ساعات فيها ثلاثه اوراق، راهو استسهال ايقاف الاشخاص، راهو ولا بطريقه غير عاديه. لو نعملوا احصائيات بين الايقافات والاحكام شوفوا الفرق الكبير. ملفات المخدرات نعطيكم فكره بسيطه جدا، تعرفوا انتم انه الشخص عندما يقع ايقافه في ملف المخدرات والاذن بالاحتفاظ به يكون التحليل مازال ما فماش تاع المخدرات، يضرب شهر وشهرين موقوف لدى القضاء حتى يرد التحليل، ينجم يكون سلبي عندها ما يطلق سراحه. احنا عندنا طريقه معمول بها اللي هي مقلوبه على راسها، احنا نوقف الاشخاص ولو جوا على الادله، اللي هو يضيع احيانا كثيره حتى الحق بتاع الشخص الاخر يضيعه. أستاذ إيمان السويسي، ندعوك وندعو السادة المشاهدين نسمعوا رواية وزارة الداخلية وين كشف رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية بأنه الوزير وزير الداخلية كمال فقي أذن بعد الضجة اللي شهدتها الحادثة هذه بفتح تحقيق أو بحث إداري للتثبت من حيثية العملية. بالنسبه لي احنا كوزاره الداخليه خاصه معناتها على اساس انه معناتها الوضعيه اللي فيها طلبه وامتحانات وكذا ماهيش متشبثه ولا مصره معناتها في التتبع نتاعها، حتى بالتنسيق مع النيابه العموميه السيد وزير الداخليه معناتها اذن ببحث اداري، خاصه انه كي صارت معناتها الحمله هذه باش يثبت في الموضوع باش ياخذ الحيثيات كيفاش صارت العمليه بالضبط، مدى معناتها القانونيه نتاعها، مدى معناتها الاعمال اللي صارت معناتها للعدليه. هذا هو معناتها كسيد وزير الداخليه زاد كيف كيف بالتنسيق مباشر مع السيده وزيره العدل، انا معناتها اللي هي المشرفه على النيابه العموميه باش نشوفوا شنو هي الوضعيه بالضبط. استاذه ايمن السويسي، الشكايه شكون؟ هل وراها فرد، افراد، مؤسسه، ام انه النيابه العموميه تحركت من تلقاء نفسها؟ فما قصيده لجمال السلاعي يحكي على لا ادريون، لا ادري من اشتكى. الملف هذايا لحدود الساعة هذه عباد دخلت الحبس وخرجت وتناولوه الناس الكل، فماش شاكي، ما فماش شاكي. ما عندك ملف مش المفروض في شكاية؟ عندي ملف ما فماش شكاية، هو راهو نظريا نجمو فما تتبعات، لكن فما ذوق، هو فما أعوان الأمن، ما نحبش نقول أي فرقة ولا حاجة باش ما ندخلش في التفاصيل هذه، يقولوا في تقديمهم للقضية بعد رواج فيديو تناول أغنية يأديوها ثلاثة شبان تسيء إلى سلك الأمن. وبعد القيام بجميع المشهودات وإلاء الموضوع الأهمية، شوفوا العبارات، إلاء الموضوع الأهمية القصوى، تمكننا من ضبط أنفار. احنا كي نقولوا ضبط معناتها فما جريمة تلبسية، انا كنت مستعدة باش نقرا ضبط وهو بصدد الغناء، على الأقل هنا فما تلبس ربما مع معناتها مانيش نتصورها انه يتنجم تكون. حتى الغناء فيه محتوى حتى يكون هو يدين ولا ما يدينش المحتوى. هزوهم للفرقة الأمنية سألوهم، وانا متاكده وللاسف الشديد دون انه يقولوا لهم تنجموا تجيبوا محامي ولا لا، لانه احد الاولاد خالته محاميه وخالته بيناتهم علاقه شخصيه معناتها ابنها تقريبا، اول حاجه مشى المركز باش يهز تليفون ويقول لهم خالتي نكلمها تحضر معايا، هذا ما فماش. طرحوا عليهم زوز اسئله، غنيتوا كتبتوا قصدتوا الاساءه للامن؟ ردوا الاولاد غنينا كتبنا وما اسالناش، وكان فما اساءه انا نطلبوا العفو. هنا نجموا نتسامحوا، لكن يقع الاحتفاظ ليلتها في المركز، ثم يقع الإيداع، ثم توجيه
انا نعتقد اني ترسانه اللي واجهوا فيها بتاع 4 سنوات هذه حاجه مش منطقيه. بالعوده على وزير الداخليه، واسمح لي راهو احنا مقتضين قانونيا اغتياظ القانوني ماهوش النفسي من الاجراءات الامنيه اللي تمت في هذا الملف، لكن راهو فتح بحث في الملف هذايا لن يغير من الامر شيء. راهو الاشكاليه مش في زوز عوان، زوز عوان هذوكم انا صدقا اتضامن معهم. علاش نتضامن معهم؟ لاني مشكله عقليه، مشكله مناخ، مشكله احنا كيفاش تعودنا نتعاملوا وكانه انا هلامت الكل نحس فما الامن وفما بقيه الشعب. ماناش نتعاركوا معاكم، ماناش جايين من المريخ. اولادنا معناتها انا ينجم يكون ولدي غدوه في سلك الامن، ينجم يكون خويا، ما فماش علاش نهبطوا للستاد نتعاركوا مع الامن، نمشيوا الماتش نتعاركوا مع الامن، نمشيوا في مظاهره نتعاركوا مع الامن. انا الاوان الصراعات الفارغه هذه او امني يسمع غنايه يحس اللي هي عليها الحساسيه الزائده من الفن ومن التعبيرات ما تجيش. هو المرحوم شكري بالعيد قال مرة كلمة مزيانة برشا برشا واللي أنا صدقا ما نجمتش ننساها، يقول ما فما حتى قاضي على الأرض يمكن أن يقيم أي عمل فني. لا قاضي، لا محامي، لا بوليس، اللي يقيم الأعمال الفنية هما المختصين النقاد الفنيين، وما نحكموش الأعمال الفنية. البوليس قيم وحاكم وقرر، ظهر لي سمعتها الغنية الكل، وقرر أنه هذه الأغنية هي تنقد، صحيح تنقد في وضعية موجودة ما ننكروهاش، ولكن ليست لدرجة التشهير. وبالتالي نرجع للسؤال الأول، فماش شكاية، فماش نقابة قدمت شكاية، ما فماش متضرر مباشر. على العموم نذكروا اللي وزارة الداخلية أذنت بفتح بحث إداري للتثبت من حيثية العملية. ما مدى صحة ما يروج أنه ممثلين عن تفقدية وزارة العدل قاموا بزيارة المحكمة الابتدائية بنابل وتم بحث أو فتح بحث آخر من نوع آخر؟ شنو أستاذ؟ أنا اللي نجم نقوله مانيش نطقة رسمية باسم وزارة العدل، أنا عينت وجود أشخاص اليوم من وزارة العدل بالمحكمة. الحقيقة ما نعرفش صدفة مصادفة أم جاءوا، لأنه منذ اللحظات الأولى من الصباح تقريبا 9 أنا عينت وجودهم بذلك بالمحكمة، بالتالي فما الفرضية هذه ونتمنى أنه الفرضية هذه تكون موجودة. بقى لو فما إشكالية كبيرة ربما اللي يلزمها توصل للسلطة، أنه عنا إشكالية في محكمة نابل نتيجة لقرارات العزل. محاكم نابل أفرغت من رؤسائها، بالتالي احنا ما عندناش في الجمهورية في نابل. راهو قبل حتى كي تصير بعض سوء التقدير انا نقول من نيابة او من قاضي نرجعوا للكبير، خليني نقولها بالدارجة، نلقاو حل. محكمة نابل بلاش وكيل جمهورية، ناقصة قضاة تحقيق. محكمة الاستئناف اللي يشرف على النيابة العمومية بلاش وكيل عام، بلاش مساعد عام. الحركة القضائية ما فماش سناء، وهذه النتيجة وأكثر من هكا. ربما فما برشا حاجات ما تنجمش توصل للإعلام، لكن قاعدة تصير كوارث غصبا عنا في محاكم نابل. رياض عندك تدخل؟ تفضل. ليه فقط حبيت نأكد اللي بالفعل يعني تفقدية وزارة العدل فتحت بحث في التجاوزات التي قد تكون حصلت في ملف الحال. أستاذة سؤال أخير، التلامذة خلينا نمشيوا لوضعهم على الأقل كطلبة، بدأت امتحاناتهم يخلطوا عليها ما يخلطوش، خاطر سمعنا اللي هما وقت اللي عملوا حتى الأغنية كانوا في إيريفزو في فترة مراجعة. احنا كنا فترات وأكيد الله غالب احنا فما يون جينيراسيون اللي تريفز بالأغناء. أنا نذكر كنا نريفزو نحطوا الإذاعة الوطنية نسمع وليد تليلي نعملوا شوية كيف هكا دو تون زون تون، الأولاد كانوا يريفزو بالفعل. لكن أنا نحب نقول حاجة، هو تجديد حتى رئيس الجمهورية اليوم يشدد على أنهم طلبة بصدد الإعداد الامتحانات، حتى لو ما كانوش طلب، حتى لو كانوا اس دي اف في الشارع، مش من حقك تحطهم في السجن إذا لم تتوفر الشروط القانونية في ذلك. راهو الطالب صحيح نقدروا الطلبة ومحليهم طلبتنا كي ينجحوا، لكن فما أشخاص حرموا من أنهم يكونوا طلبة، زاد هما كيف عندهم نفس الحقوق والحريات. شكرا لك أستاذة إيمان السويسي، نذكروا اللي أنت محامية الشابين اللي أطلق سراحهم منذ قليل، لكن تبقى ثم هيئة الدفاع. هيئة الدفاع جوسمون مهم جدا، يظهر لي مش أنت الوحيدة اللي في مش أنا الوحيدة، مهم جدا. هيئة الدفاع تقريبا فيها ما يتجاوز 60 محامي، راهو محامون نابل الكل ليك، معناتها تجندوا عنا نهارين في المحكمه ما نخرجوش من المحكمه من الصباح لليل بطريقه سبونتاني برشا برشا برشا. تفاعلوا، زملاء طلبوني من جميع محاكم الجمهوريه، نحب نشكرهم ونقول لهم انا صوتكم راهو لهنا، ما نجمش نتجاوزكم
وهذه كانت رسالة المحامية في الأخر، احنا ننتصر لهذه القضايا. يوسف وضياء بعد ما سمعوا الأخبار وخرجوا شنية معنوياتهم الآن وشافوا الحملة الكبيرة التضامنية تقريبا من مختلف الحساسيات والرعي العام التونسي الشباب الحمد لله بيانات أحزاب بلاتوات إعلامية ما تحكي كان على يوسف وضياء شنية معنوياتهم إن شاء الله المورال اللي حكيونا عليه البارح الأهل بتاعهم اليوم يقع تجاوزهم بفضل الإعلام التونسي. الحقيقة أنا ممتنة جدا 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 للوقفة هذه بفضل للجمعيات الفضل لجميع الأشخاص. إن شاء الله تكون آخر الإجراءات التعسفية بخصوص هذا. إن شاء الله نعود ونراجع رواحنا شوية قبل ما ناخذ أي قرار. وشكرا لك. شكرا لك مرة أخرى أستاذة إيمان سويسي عضوة هيئة الدفاع عن الشابين يوسف وضياء. مواصلين أخبارنا في رونديفو نوف، قبل ذلك نمشي لرونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. كالعادة الكرهب، ثلاثة كرهب على ذمتكم للربح في بمناسبة عيد ميلاد كارفور 22 المتواصل إلى غاية 1 جوان، وما عليكم كان تقيدوا في ليبون ديجيتال في مغازاتكم كارفور، وليزوفر بمناسبة هذه ما زالت متواصلة مع كارفور. مع كتالوج كارفور جديد وسيغتو بمناسبة عيد ميلاد لزيبير مارشي كارفور، التخفيضات والفاريات هما اللي بشي شدوا عليكم الصف. هيا شد عندك اليوم، تنجم تزهز الدار بماشينة لافي ويربول ترفع 7 كيلو بسوم 1099 دينار في بلاست 1499 دينار. هاي الفاريات ومزال الجو، زيد عليها لسيفون كابسول أريال بوتس والباكو بو 22 كابسول ب 19 دينار و 990 في عوض 35 دينار و 150. استنى مزال الجو، اسويتو جامبو ليلا اللي وين تعدي بهم يدك على حاجة تنظاف. هذوكم في كارفور 9490 دينار بعد ما كانوا ب 14 دينار و 235. نتعديو بيك تاول الاكسكلوزيف اليوم الطيب في أعز قلاية ديامتر 28 سنتيمتر دو لا مارك كارفور هوم ب 45 دينار و 490 أكاهو. تستنى مزال الجو، حلي بشوكولاتة سعيد بودغ انستونتاني وعلى خاطرك لولو متاع زوز باكويت 200 غرام ب 3990 دينار فقط. أما عشاق الجبن عندنا ليهم البوات جبن بريزيدون متاع 48 طابع ب 13 دينار و 940 في عوض 16 دينار و 590. علينا التخفيض وعليك التمخميخ. وفي الديسير نودوكم بجاتو فوغي نوار 29 دينار و 500 أكاهو. هذا الكل ما هو إلا لمحة على اللي تنجموا تشوفوه في الكتالوج متاع كارفور الموجود على الباج فيسبوك كارفور تونيزي والسيت كارفور.ان. كارفور يدعم أيضا القدرة الشرائية ويثبت سعر 100 منتوج حاملين للعلامة رقم واحد لمدة 100 يوم. نرجع غدوة في نفس التوقيت في رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. رجعنا لكم مواصلين أخبارنا قبل ما تكون وجهتنا العربية السعودية، وين تجه صباح اليوم رئيس الدولة إلى هناك للمشاركة في القمة العربية. عندكم تعليقات على الموضوع الشابين؟ تفضل ريا. الحقيقة هو الموضوع مليك من لول ما كاروش صار، هذوما شباب في فترة متاع مراجعة خذوا غنية تربين عليها ظهر لي الناس الكل معناتها بابار الفيل، خلينا نقولوا بابار الفيل، بدلوا هكا شوية كلمات وكتبوا ديجا من لو تراو هذه الأغنية لا تمت للواقع بأي صلة. في فترة متاع مراجعة يتم يعني تتبعهم وتعقبهم على أغنية هزلية ساخرة على تفدليكة على ذمار، وإحنا التوانسة معناتها معروفين بالذمار متاعنا. الحقيقة اللي 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 قرر الاحتفاظ واللي قرر الإيداع سواء عن سوء نية أو نتيجة سوء تقدير منه
أو خليني نقول نتيجة يعني ذوق قانوني ماهوش ولا بد. الحقيقة إن شاء الله إن شاء الله الممارسات هذه والتجاوزات هذه والإخلالات هذه ما عادش تتعاود على شباب تونس، ما عادش تتعاود على تلامذتنا، ما عادش تتعاود على الطلبة متاعنا. راو مش معقول يا رسول الله، راو مش معقول. راو اليوم نتصور أنا السيدات والسادة القضاة، مش دولة القضاة، قضاة الدولة، ظهر اليوم عندهم أهم برشا. راو عندهم الناس اللي صفروا شبابنا البؤر التوتر، وعندهم ناس مجرمين سفكوا الدماء أنهارا لا في تونس فقط وإنما على امتداد الوطن العربي، عندهم الناس السراق، عندهم الناس اللي نهبوا البلاد، عندهم الناس اللي عاثوا فسادا في هذه البلاد. نتصور اللي هذوما أولى وأحرى إنه السيدات والسادة القضاة يتعقبوهم. فيما يتعلق بربي ملاك في تدخل السيد رئيس الجمهورية في هذا الموضوع وتصريحه وموقفه اللي أبداه اليوم قبل مغادرته أرض الوطن إلى جدة، راو ما يلزمناش ننساو أنه قيس سعيد هو وبصفته الدستورية هو رئيس الدولة وهو الضامن للدستور ولعلوية القانون، وهو بنص الدستور، الدستور الجديد 25 جويلة والدستور 2014 إن أرادوا، هو كذلك الضامن للحريات. وبالتالي كان من المهم والمهم جدا أن يعبر رئيس الدولة على موقفه، لأنه احنا شفنا حملة تضامن كبيرة وواسعة مع الشباب هذوما والناس الكل تتسائل وين رئيس الجمهورية. وبالتالي كان من المهم ومن الجيد أنه رئيس الجمهورية، أو خليني نقول قيس سعيد الإنسان وقيس سعيد الأستاذ قبل ما يكون رئيس للدولة، أنه يوضح موقفه من هذه التجاوزات التي نتمنى جميعا أن لا تتكرر يعني. لأنه رأي مش معقول، رأي الحرية خط أحمر في بلادنا. لطفي، شفنا تتالي الأحداث وتسارعها منذ البارحة، والحق يقال كان ضغط شعبي، رأي العام من ناحية، الإعلام من ناحية أخرى، من أجل إيصال أصوات الشبان هذوما. تدخل رئيس الدولة اليوم كيفاش تقرأه؟ خليني نقرأ الواقعة ككل. تفضل. لأنه المسألة ما تهمش كان يوسف وضياء، ضياء هما عنوان لمعركة كبرى مشهودة مصيرية خاضها التونسيون بمختلف أطيافهم السياسية واختلافاتهم الإيديولوجية، معركة الدفاع عن حرية التعبير، كان يوسف وضياء عنوان لها. وعلى امتداد ساعات طويلة رابط التونسيون وتمترسوا مدافعين عن هذه الحرية، لأنه عدم مساندة يوسف وضياء كان يعني بداية خسارة هذه المعركة من أجل الحفاظ على حرية التعبير أو ما تبقى من حرية التعبير. وبالتالي أنا نحيي كل قوى الوطنية على هذه المعركة اللي ما تنجم كان تشرف تونس وتشرف التوانسة. وهذا القرار اللي أصدره رئيس دولة هو انتصار لحرية التعبير في تونس، انتصار لإرادة التونسيين، واليوم مفروض راو احتفال وطني بيوسف ونضال بصفتهم رموز لهذه المعركة. نختم ونقول وقت اللي خرج يوسف نوري بوزيد باش خرج الفيلم تاعو صفيح من ذهب، وتحت ضغوطات الرقابة في تونس اضطر باش يحذف منه دقيقة ونص، كتب المرحوم الصغير ولاد أحمد قال له يا نوري راهو مش حذفت دقيقة ونص من الفيلم بالشيء اللي عملته، راك خرت بحرية التعبير في تونس دقيقة ونص. وبالتالي المعركة اللي خاضوها التوانسة أنا شخت عليها وأعطتني بصيص أمل في أنه هالشعب ذي اللي في كل مرة نسخيلوه ما عادش لاهي بقضية الحريات وما عادش يدافع على الديمقراطية، ووقت اللي جد الجد تقف الناس كوقفة رجل واحد، وهاو الشعب اليوم ينتصر انتصار كبير
بعد التفاصيل القضاء النقابات الامنيه رئيس الدوله مش وقته اليوم، اليوم وقته باش نثمنوا هالانتصار الكبير وما نخلوش يتمرغط في بعض التفاصيل الهامشيه. وهذاك علاش حرصنا انه نفتتحوا اخبارنا اليوم بحضور الاستاذه وبالخبر هذا، لانه كما قلت لطفي الامور في رمزيتها، بعض الاخبار في رمزيتها، وحرصنا انها تكون حاضره ومشكوره انها استجابت للدعوه. مهدي مناعي، في اطار نفس الرمزيه هو رسالة للجميع السياسيين الذين معناها يتشدقون بالخوف على المجتمع التونسي، راهو للحرية شعب يحميها ولحرية التعبير شعب يحميها، حتى وكان فهم محاولات أنا نشوفي لحد هذه اللحظة أؤكد أني أنا اللي صار كله مستراب، سرعة الإيقاف، سرعة البحث، سرعة الاحتفاظ، ما هوش عادي، كأنه فيه شيء مدبر، الله أعلم. تو مدام وزارتي العدل والداخلية فتح تحقيق، معناها ثم حاجة أكيد، لكن في كل الحالات شوف وقت يكون المواطن العادي الشعب التونسي كل يتضامن معاه، لأنه موقف نتاع مجتمع كامل، وقت تكون مواقف سياسية وناس تحسب مصالحها الخاصة الشعب لا يتضامن معهم. وبالتالي سي لطفي صحيح للثورة وللحرية شعب يحميها، وليس للسياسيين الذين يطمحون في السلطة أو يتصارعون من أجل السلطة شعب يحميها. شوف فما مقولة بربي نحب نذكر بها، ونذكر بها حتى السيدات والسادة القضاة في الملفات هذه المتعلقة بالحريات، نحب نذكرهم بمقولة قالها الرئيس الأستاذ قيس سعيد في الحملة الانتخابية متاعه: العصفور الذي انطلق إلى الحرية لن يعود إلى القفص ولن يرضى بالفتات. يلزم هذه تكون واضحة. رأوا السيدات والسادة القضاة عندهم ملفات كبيرة أهم برشا من أنهم يشدوا يتعقبوا نص ويتعقبوا بنية، ورأوا ثم برشا يوسف وضياء ما سمعناش بهم وما زالوا في السجون. رد بالك علاش؟ أولا الحمد لله على سلامته يوسف وضياء وربي نجحهم، هما تو نورمالمون يعديوا الحمد لله على سلامتهم، أما رأوا كيفهم هما ينجموا يكونوا فما برشا أخرين. وبالتالي هذه الرسالة الإيجابية من المجتمع ومن الرئيس يجب أن تصل وأن تكون مضمونة الوصول للسيدات والسادة القضاة. نمشي لأخبار آخر، وين غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم أرض الوطن في اتجاه المملكة العربية السعودية. كان كما تشوفوا في التصاور تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في الدورة العادية 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. صور أخرى أيضا تأتينا من العربية السعودية وين وصل الرئيس الدولة إلى هناك، يعني تقريبا مش نجم نقولوا عليها الاجتماع 32 أو الدورة هذه لطفي، برشا بداوا يحلوا على الحضور، على القادة، على الزعماء، على المواضيع التي ستطرح، على مسألة سوريا، السودان، أنظار عليها من قبل ما نوصلوا للنهار هذايا. بطبيعة الحال ولعل أهم حدث فيها هو عودة العلاقات الدبلوماسية بين معظم الدول العربية باستثناء قطر، واللي بقدر ما لعب الدور في تدمير سوريا اليوم تحترز على هذه العودة. وشنو هو الاحتراز؟ أنه سوريا ما فيهاش ديمقراطية، يعني بلد ما فيهاش دستور، ما فيهاش برلمان، ما فيهاش انتخابات، تقول لك لا سوريا ما فيهاش ديمقراطية. فما حاجات ساعات واحد يلزمه يكري مخ آخر باش يفكر به ويساعده على الاستيعاب. أنا اللي يهمني في القمة هذه يا ملاك بس كل تحكي على إمكانية أنه بشار الأسد يمشي ولا ما يمشي. يمشي تأكيد وزير الخارجية أكد وزير الخارجية أوصل. أنا يظهر لي أهم شخصية بالنسبة لي أنا يتمجد في القمة العربية هو الرئيس قيس سعيد، وأكثر دولة محتاجة للقمة العربية هي تونس. هذه فرصة لرئيس الدولة اللي عنده مدة ما غادرش البلاد وما حضرش لقاءات بهذا الحجم، تأتي في فترة صعبة جدا تتعطل فيها مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي، فقط لأننا عجزنا عن توفير الاعتمادات المطلوبة منه باش يتم معناها استكمال الملف وصرف بداية صرف المستحقات. تابعنا والهثنا وجرينا ياسر وراء المساعدات البينية، لكن الأخوة في الخليج تقريبا صدوا الأبواب أمام تونس. اليوم الرئيس يتحول بنفسه، ماذا بينا كلمة الرئيس تتركز على ما يهم تونس. فلسطين عندها رئيس يتكلم باسمها. اليوم تونس في وضعية
أصعب من وضعية فلسطين. رجاء نمشيوا للقمة هذه باش نطرحوا خاصة الملف الاقتصادي والمالي التونسي، وحتى الناس اللي حاضرة راي ناس فيها برشا دول مطبعة، وبالتالي ماذا بينا لازم الحد الأدنى من الحياد وما نعطوش الدروس الغيرنا. ماناش في موقع اليوم باش نعملوا فيها أستاذ لا للعرب ولا للإنسانية. اليوم عندنا مشاكل حارقة، الأخوة في الخليج وخاصة السعودية بإمكانها إذا نعرفوا كيفاش نطرزوا خطابنا الدبلوماسي أنها تساعدنا على حل المشكل المالي هذا. الإمارات كيف كيف، وبالتالي فرصة أخرى قد تكون أخيرة في إطار تطوير وتثمير العلاقات البينية. إن شاء الله يرجع رئيسنا مظفرا من هذه القمة. مش نمشيو للخبر اخر، وين قالت سميه الغنوشي ابنه رئيس حركه النهضه راشد الغنوشي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتويتر اول امس، تقول انها علمت بصدور قرار بسجن والدها لمده عام عبر قناه التاسعه، كما علقت ايضا على هذا الحكم الصادر ضد والدها. صدر حكم قضائي في حق والدي بالسجن عاما مع تخطئته 1000 دينار علاوه على المراقبه الاداريه لمده 3 سنوات. هل كان أحد من محامي والدي حاضراً خلال هذه المحاكمة؟ كلا. هل أحيط به والدي علماً بالحكم حتى؟ كلا. هل أعلمت به الأسرة أو أي فرد من أفرادها؟ كلا. علمنا بهذا الحكم وعلم به والدي ومحاموه عبر برنامج على إحدى قنوات الانقلاب، قناة التاسعة وهي إحدى أذرع هذا الانقلاب. هذا الحكم استند إلى تزوير لمعاني كلمات الغنوشي، فهذا الانقلاب بين تزوير المعنى إلى تزوير المبنى، من تزوير الكلمات إلى تزوير وتشويه معانيها. قال كان شجاعا، وهي كلمة حق قالها في أخينا المرحوم فرحات العبار. قال كان لا يخشى فقرا ولا حاكما ولا طاغوتا، يعدد مناقب الفقيد المسجى أمامه. باش نترك لكم التعليق على محتوى هذا الفيديو، لكن انا شخصيا باش نرد في جانب فقط فيما يخص قناه التاسعه، فيما يخص برنامج رونديفو نوف، في المساله اللي قالتها سميه الغنوشي انه احدى اذرع ما اسمته بانقلاب السلطه. احنا مهنه الصياعه، احنا رانا لا نتاع سلطه ولا نتاع معارضه، احنا نتاع المعلومه، نتاع الخبر، نتاع السوق، معناها المعلومه او نسوقها بكل تجرد بكل مصداقيه، والمشاهد هو سيد التحاليل والموقف وله ان يكون رايه فقط لا غير. واتجاوز هذه النقطه. تفضل مهدي. شكرا. معناها انا باش نتناوله من عديد الجوانب لانه في عديد التناقضات. اولا معناها كالعاده كدابت كعادتها بلهجتها المشرقيه، معناها اللي بعيده على تونس وما فهمتش. ربي لا ندخلوا فيها، لهجتها هي حره فيها. ربي خلينا في اطار مهني. معناها لا، معناها نتحدثوا في منطق وانك انت تريدين اذت التاثير معناها على الراي العام، وكانه والدك مظلوم وما علمتيش بالسجن وما حضرش في المحكمه. ما حضرش لانه والدك تغيب، لانه والدها تغيب عن الحضور، هو طواعيه قرر عدم الذهاب الى المحكمه، وبالتالي المحامين نتاعو ما عندهمش علاش يمشيوا. النقطه الثانيه هي تحدثت كلام كله تناقضات، قالت احنا علمنا معناها بقرار سجن الوالد عن طريق قناه التاسعه، سمتها هي بقناه الانقلاب وتبعتها هي مناهضه للانقلاب وغيره، لكن بهذا اثبت ان هي تابعه في قناه التاسعه اللي تحكي عليها هي تبيض في الانقلاب. هذه النقطه الاولى. واكثر من هذا هي ما تتفرج الا في قناه التاسعه، خاطر لو كان جات تابع في الاعلام التونسي الخبر خرج من نص النهار في عديد الاذاعات الاعلاميه قبل ما يجي قناه التاسعه. يعني لو كان هي كانت متابعه للشان الاعلامي في تونس كانت علمت بخبر والدها قبل حتى مشاهده. هذا ما يدل ان سميه الغنوشي ذولي ما تفرج الا في برنامج رونديفو نوف، خاطر ثاني فيديو ولا ثالث فيديو تتحدث فيه على برنامج رونديفو نوف. مشاهده وفيه. بارك الله فيها، هي مشاهده وفيه، نحن نشكره على متابعتها وان شاء الله نقدموا لها الاضافه المطلوبه والمستفيضه معناها بتحاليلنا. شوف شكون اكثر من هكا. يلا رياض خلينا زادة في محتوى الاخبار نفسه، زادة ثم جانبين احنا ما نراو في تحاليلنا او في متابعتنا للاحداث
ثم جانب كبير من الموضوعية. يقول لك في الأخر سمية الغنوشي حقها أن تدافع على والدها، حقها أنه الجانب الشخصي يطغى في دفاعها عن والدها اللي موجود حاليا بالسجن، بغض النظر على شنو اللي فيه الملف ولا ما فيهش، وشنية طبيعة الحكم أو يعني الأدلة أو القرائن أو الإثباتات اللي موجودة فيه. هي تقول لك أنا والدي في السجن، معناها يعني مساندة عامية بالنسبة لي، وهذا حقها كوالدها. فقط نستسمحك رياض لأنه خبر عاجل يأتينا الآن، وبش نرجع لكم، خليكم تعلقوا فرد مرة لأنه تقريبا ملف قضائي أيضا. هي تدوينة لرياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في تدوينة لها على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول أنه تم إيقاف القيادي في حركة النهضة الصادق شورو. وإحنا الأكثر تفاصيل انضمنا عبر الهاتف رياض الشعيبي، أهلا وسهلا بك، مساء النور. أهلا وسهلا، مساء الخير. شكرا لك على تلبية الدعوة، حبينا نثبت منك الخبر ما مدى صحة ما يراج والتدوينة، زيادة نص التدوينة اللي شفناها على صفحتك الرسمية الخاصة. للأسف الخبر صحيح، منذ قليل وقع إيقاف الدكتور صادق شورو، كان خارج منزله في سيارة ووقع إنزاله من السيارة واعتقاله ثم تنقل المنزل من أجل تفتيش المنزل. دكتور صادق شورو معناها، وهذا للأسف أيضا نقوله، أنه خرج مزاكي، خرج عنده أيامات من جلطة وهو في وضع صحي صعب جدا، فضلا على أنه للأسف أيضا مرة أخرى نقوله اللي هو يعاني من مرض نفسي. وانا نحن نستغرب كيفاش معناها في الوضعيه النفسيه اللي يعاني منها، اللي التي لا يكاد يعني يعي ما حوله بسبب المرض النفسي، كيفاش معناها يقع اعتقاله، وكيفاش معناها تسمح السلطه نفسها بانها تتعرض لشخص مريض، معناها ممكن حتى الاهليه القانونيه والذهنيه معناها ما تتوفرش فيه. للاسف نقولوا هذا ومعذره معناها، وهذا بعد اذن عائلته، يعني الكلام هذا نقولوه ماهوش افشاء اسرار طبيه حول دكتور صادق شورو. فبالتالي الان السلطه مسؤوله مسؤوليه كامله على اي مضاعفات ممكن تحصل للدكتور صادق شورو، سواء فيما يتعلق بصحته الجسديه او فيما يتعلق بصحته النفسيه، وندعو السلطه للتعقل وللحكمه وللتمييز بين التشفي والانتقام، السياسه اللي قاعده تمارس فيها الان ضد المعارضين، وبين اقل الاعتبارات الانسانيه اللي المفروض أنها تراعي هذه الظروف النفسية والصحية الصعبة اللي مر بها الدكتور شورو في هذه المرحلة. شكرا لك رياض الشعيبي القيادي في حركة النهضة ومستشار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، شكرا لك على التدخل. إذن كما سمعت إيقاف الصادق شورو، هذا آخر الأخبار التي تأتينا حول العديد من الملفات القضائية آخرها فيما يتعلق بصادق شورو. يلا خليكم المجال للنقاش، تفضل. هما زوز مستويات مالك، المستوى الأول سامحني، كما أشرت أنت سمية الغنوشي في النهاية راشد الغنوشي هو والدها، ومن حقها أن تدافع عنه، ولا أحد ينكر على سمية الغنوشي وعلى غيرها يعني من أخواتها هذا الحق، وبالتالي هذا لا يناقش. ولكن ما يرفض وما هو غير مقبول على أي مقياس من المقاييس أن يتم تسويق المغالطات وأن تتم مغالطة الشعب التونسي، لأن راشد الغنوشي رفض الاستجابة في مناسبتين للمثول أمام القضاء، وبالتالي امتناعه وتمرده على الدولة وعلى مؤسسات الدولة وعلى القضاء لا يقف لا حائلا ولا مانعا أمام تطبيق القانون عليه. راشد الغنوشي رفض الامتثال للقضاء في قضية تمجيد الإرهاب، ورفض كذلك المثول أمام القضاء في قضية أنستالينغو اللي تم كذلك إيداع السجن من أجل تلك القضية. به هذا في معناتها جوهر الموضوع وجوهر التدخل متاع سمية الغنوشي. توا خلينا نحكيه على المستوى الثاني فيما يتعلق بقناة التاسعة. أكبر دليل على مهنية وموضوعية قناة التاسعة إنه هاو منذ قليل كان معنا السيد رياض الشعيبي في تغطية وفي مواكبة لأخبار النهضة وأخبار إيقافات النهضة،
ثم راه يلزم سمية الغنوشي وغيرها لأنه مش أول مرة هي تطلع تسبنا و... وتقدح في مهنيتنا ونزاهتنا وموضوعيتنا، مش أول مرة، هذه الأخيرة معناتها. يلزم تعرف اللي راهو الإعلام اسمه منه فيه، الإعلام يشتغل أساسا بالمعلومة، والمعلومة راهي حق الشعب التونسي، وإحنا راهي وقت اللي تتوفر لنا معلومة من واجبنا أن نمدوا بها الشعب التونسي. وقتاش كان كنا نؤاخذ لو أنه نهار أعطينا معلومة وتبين فيما بعد أنها كذبة أو أنها غير صحيحة، وقتها أنا شخصيا ولا حتى أنت مالك ومانيش باش نحكي باسمك، من العادي جدا أنه نعتذر. ولكن إحنا ما أعطيناش معلومة في علاقة بوها ولا في علاقة بالإيقافات والملفات القضائية، ما أعطينا حتى نهار حتى معلومة غلط. وإحنا نحكيه على الاستضافات وحضور المعارضة بقوة هوني، وإحنا ما نش هوني في موضع تبريرة. عبد اللطيف المكي البارح آخر كان ضيوفنا وهو معارض شرس ومعارض بارز وعنده حزب معارض، وما هذاك ما خليناش أنه نستقبل ضيوف ونستثني ضيوف أخرين. أغلق القوسين. الحاجة الأخرى، وهذه دعوة مباشرة مني مرة أخرى إلى سمية الغنوشي وإلى معاذ الغنوشي وإلى زوجها رفيق بوشلاك، أنتم اليوم فارون من العدالة، أنتم اليوم في حقكم تتبعات في تونس، أنتم اليوم صادرة في حقكم بطاقات جلب دولية، راهو لسان ما فيهوش عظم، أنكم في الخارج في تركيا وبريطانيا وفرنسا تسبونا، لسان ما فيهوش عظم، لكن الفرق بيننا وبينكم أنه إحنا قبل 25 جويلية ونحكي على الأقل على روحي ما هربش من البلاد، واجهنا حكمهم وحكم الإخوان في تونس بوجه مكشوف وبكل وضوح. أنتم اليوم هاربين وتسبوا فينا، أرجعوا لتونس واجهوا مصيركم، واجهوا ملفاتكم أمام القضاء، وتوا بعد نحكيه. لكن الملاحظ مالك، الملاحظ ومانيش باش نتوا نعطي الكلمة سي لطفي، أنه بعد ما تكشفت الأذرع الإعلامية لحركة النهضة في الداخل والخارج، وبعد ما تكشفت عصابة أنستالينغو وصفحاتها التي لا زالت تنشط إلى حد هذا اليوم خاصة يعني من تركيا، وأصبحت معلومة لدى التونسيين وبالاسم، من قهواجي البرلمان إلى بوليتيكات إلى كارتاج اف ام إلى توني فليكس وغيرها من الصفحات، أصبحوا اليوم يطلعون علينا بوجوه مكشوفة. اليوم ما عادش محامل إعلامية مجلة ميم وشوية وسائل أعلام مملوكة للنهضة وشوية صفحات تابعة عصابة أنستالينغو، لا، اليوم ولات سمية الغنوشي تطلع رأسا، ومعاذ يطلع رأسا، وبوشلاكة يطلع يعني مباشرة ويسبنا. ولليوم مش كان احنا راهو زادة باش نكونوا واضحين ونكونوا أمينين، مش كان احنا راهو اليوم يسبوا فينا العبادة ذوم، اليوم هالعبادة ذوم راهم يوميا يعتديوا على الدولة، على رموز الدولة، على مؤسسات الدولة، على قيادات أمنية وعسكرية. راهو فمك نقرا اليوم في كلام يا سي لطفي، يعني يستهدف سلك الحرس الوطني، راهو شيء معناتها شيء مش عادي. هذه جرائم يومية يرتكبوا فيها من وراء البحار. فقط نحب نذكر، ومانيش مرة أخرى في وارد التبرير إلى أي أحد، وحتى واحد ما يزايد علينا في النزاهة والحرفية والمهنية والموضوعية، لكن نحب نذكرهم اللي يحكيوا على قنوات الانقلاب، احنا اخترنا الخط الوطني، لا اخترنا سلطة على معارض، احنا خطنا وطني. لكن نحب نذكرهم بالوزير السابق محمد عبو اللي قبل معناتها ما يغادر الوزارة في حكومة السيد الياس فخفاخ، راهو قدم قضايا في 4 قنوات مملوكة إلى حركة النهضة، وفيها قنوات اليوم ما زالت تبث سمومها من الخارج. الرجاء من القضاء أن يتدخل في شأنها. رجعت لك لطفي العماري قبل ذلك فاصل ثم راوت.